فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا الله؟ لماذا يعذب هذا العبد؟ العلة قالها رب العزة جل وعلا في هذه الآية الأخيرة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. قال العلماء: عذب هذا العبد عذابا عظيما لأنه ما آمن بالله العظيم. عذب هذا العبد عذابا عظيما لأنه ما التزم بأوامر الله العظيم. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم لشعائره. نعم، إذا أراد العبد أن يعظم رب العزة جل وعلا فما عليه إلا أن يعظم شعائر الله. ومن شعائر الله الأذان، من شعائر الله القرآن، من شعائر الله أحكام الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد العبد أن يعظم الله عليه أن يعظم، مش كما الأخرى الأذان قلقها، هذا من عدم تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الله تعالى، من تعظيم الله سبحانه وتعالى، نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. مش ندخل هذا في هذا. من تعظيم الله سبحانه وتعالى نصرة نبيه، نعم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره، الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاه، الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثه، الله جل وعلا هو الذي أرسله، الله جل وعلا هو الذي أنزل كلامه على قلبه. ففي تعظيمك وفي نصرتك لهذا النبي الكريم الذي أرسله رب العزة جل وعلا تعظيم لله سبحانه وتعالى. وسأضرب لك مثالا حتى يستقيم الحال. حتى في بعضهم لما تبعث إنسان مش يقضي قضي، تقول له برا أقضي أمورك، وقل له راني من طرف فلان، فالشخص اللي باش تمشي له حتما باش يقضي القضية هذه، لا لشيء، مش على خاطر الشخص ذاك المبعوث لأنه لا يعرفه، بل ما يخذ في الخاطر في الشخص اللي بعثه من طرف فلان هذا المخلوق. فما بالكم لو كان الأمر من طرف رب العزة جل وعلا، فالذي بعثه هو العظيم. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذود عن عرضه الشريف هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، وذلك بالامتثال بأمره صلى الله عليه وسلم وتجنب نواهيه. وإذا أردت أن تبلغ منزلة عظيمة في تعظيم الله جل وعلا، إذا أردت أن تبلغ منزلة مباركة عظيمة في تعظيم الحق جل وعلا، فما عليك إلا بالقرآن. ما عليك إلا أن تتأمل القرآن الكريم، فإن فيه والله آيات مباركة إن دلت على شيء فهي تدل على عظمة الله جل وعلا، خاصة تلك الآيات المباركة التي يتحدث فيها رب العزة جل وعلا على نفسه العظيمة، على ذاته العلية. اسمع لقول الله جل وعلا وقل لماذا استشعرت، استشعرت عظمة رب العزة جل وعلا أم لا؟ قال جل وعلا في آية جميلة مباركة تدل على عظمة رب العزة جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ألم تستشعر معي عظمة رب العزة جل وعلا بعد هذه الكلمات؟
مرة أخرى أقول لك، إن أردت فعلا أن تستشعر هذه العظمة فما عليك إلا أن تختلي بنفسك وتنظر إلى هذه الجبال وتنظر إلى هذه السماوات وتنظر إلى الأرض وتنظر إلى الخلق وتنظر إلى النبات وتنظر إلى الحيوانات وتنظر إلى كل شيء، فإنك والله ستستشعر أن الله تعالى هو العظيم. الله جل وعلا عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في قدرته. أسأل الله تعالى أن يقذف محبة العظيم في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، لم يبقى لنا في هذه الحلقة المباركة إلا أن نتوجه إلى رب العزة جل وعلا بالدعاء، عسى أن يتقبلنا في هذا الشهر المبارك الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إني داع فأمنوا. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك رايتي الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، برحمتك نستغيث أغثنا، برحمتك نستجير أجرنا. اللهم لا تجعل في شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا عن طريق الحق إلا أرجعته وهديته. يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الأذلاء الخاضعين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، تب علينا يا أكرم الأكرمين، اغفر لنا يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأسماء بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم، فها قد دعوناك يا الله كما أمرتنا، فاستجب لدعائنا كما وعدتنا، وإنك قلت وقولك حق، ورحمتي وسعت كل شيء، ونحن أشياء يا رب العالمين، فلتسعن رحمتك يا أكرم الأكرمين، وإنك قلت وقولك حق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف نقنط يا الله وأنت الغفار؟ كيف نقنط يا الله وأنت التواب؟ كيف نقنط يا الله وأنت الستير؟ يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، هذا الدعاء يا الله، هذا الدعاء يا الله، ومنك الإجابة يا أكرم الأكرمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. نحن أهل الذنوب والمعاصي، نحن أهل الذنوب والمعاصي، وأنت أهل التوبة والغفران. يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع أمة محمد يا أكرم الأكرمين، اجمع أمة محمد يا رب العالمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد بين صف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، أقذف المودة والرحمة في قلوب المسلمين. يا حي يا قيوم، هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب قلبنا وشفيعنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعوان أحبابي أن الحمد لله رب العالمين. لازلنا بفضل الله تعالى وعونه نعيش في هذه السلسلة المباركة مفاتيح الجنان مع أسماء الله الحسنى،
وصفاته العليا، أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم، ويتجاوز عنا ما طرأ فيه من خطأ أو نسيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، ختاما أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.